إلى سوريا، حيث قال مصدر عسكري إن قوات النظام بدأت في الآونة الأخيرة استخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية والأرضية التي حصلت عليها من روسيا. ووصف المصدر الأسلحة بأنها دقيقة وذات فعالية عالية جدا. وقال إن قوات النظام استخدمت الأسلحة الروسية خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن تلقت تدريبا على استخدامها بشكل جيد. يذكر أن موسكو أقرت مؤخرا بأنها ما زالت تزود دمشق بالأسلحة، بينما أفادت تقارير أمريكية بتعزيز روسيا لوجودها العسكري في سوريا.